السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا ويعطيك الصحة يا شيخ. بس شيخنا كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. اسأل. ان شاء الله انا مسافر الحج عن طريق اجازة الزيارة، تمام؟ فان شاء الله هكون داخل السعودية على يوم واحد ذي الحجة. فانا عشان اخشها لمكة فلازم هكون داخل مش محرم، تمام؟ فكده هل يجوز ان انا احرم زي اهل مكة اللي هو حج يعني طريق خصيصا للحج؟ اه. وستمر بالميقات وتخشى المباحث وتخشى الشرطة. تمام ان شاء الله. لبي من مكانك من ميقات اهل بلدك بملابسك. تمام. واطعم 6 مساكين. تمام. ولو حرصت على اخذ التصريح لكان افضل لك من كل هذا.